نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامجكم ساعة صبحية، فقرة أعتقد بتهم الكثير من المواطنين المعنيين بعلم الأبراج. أعتقد كلنا بنهتم بالأبراج بتاعتنا، كل واحد حريص إنه يشوف البرج بتاعه، إيه الصفات اللي فيه، إيه ميزاته، إيه حظوظه مثلا كل شهر. عشان كده نتكلم في كل ده باستفاضة مع ضيفتي العزيزة الأستاذة شيرين ناصف، خبيرة علم الأبراج. برحب بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. علم الأبراج وأهميته بشكل عام إيه في البداية كده؟ هو اولا التوافقات، واحنا اتكلمنا في حلقه قبل كده سابقه عن موضوع التوافقات، برج ايه ينفع مع برج ايه وايه السبب كمان. والحاجه الثانيه انك بيديك انتباه للي هيحصل معك مثلا بعد فتره معينه، انتبه مثلا من سرقه معينه، انتبه من خداع بعض الاشخاص، انتبه مثلا ان في مشكله تحصل، هدي نفسك، ما تخشش اي نقاشات عقيمه. بس يعني هو ده الموضوع اللي بينبهك لشيء معين هيحصل. حظوظ علم الابراج بقى في شهر اكتوبر، احنا عندنا كذا كوكب خرجوا من مكانهم، كوكب الزهرة وكوكب والشمس وعطارد، كلهم دلوقتي كانوا في برج العذراء راحوا لبرج الميزان، فبالتالي اتغير حظوظ ناس كتير قوي. يعني مثلا في شهر 9 اللي احنا فيه ده لسه كانت كل الابراج الترابية حظها فوق، سواء الجدي والثور والعذراء، تمام، كلهم غيروا حاجة في حياتهم ما عدا العذراء. العذراء كان ليه عنده مشكله كبيره لسه ابتدت تفك الايام دي. يعني الجدي والثور كان عندهم حاجات كويسه قوي وتغيير شامل في حياتهم، تغيير مهنه، تغيير في حياتهم العائليه، في شيء جديد حصل عندهم. انا اعرف كتير حصل معاهم كده. باقي الابراج طيب؟ الابراج الثانيه لا، يعني الابراج الناريه كانت تحت الصفر نفسيا وعمليا. الابراج الهوائيه نفس الموضوع. المائيه كانت شويه فوق، لان المائيه تندمج مع الابراج الترابيه. تمام. احنا قبل كده قلنا ان الحظ لما الشمس لما بتكون في برج ترابي بيبقى حلو على الترابيين والمائيين، لكن وحش على الهوائيين والناريين. تمام. فبالتالي كل الابراج اللي كانت قبل كده نفسيتها صفر هترفع الشهر ده، والابراج اللي كانت نفسيتها فوق هتنزل الشهر ده. يعني شهر ليك وشهر عليك. طيب ما نبدا كده واحده واحده بالابراج، يعني من اول برج لحد اخر برج. خلاص ماشي. كل واحد اخباره ايه، نفسيته ايه، حظوظه ايه في شهر اكتوبر، والناس تطمن ازاي يعني. نبدا بالحمل طبعا. الحمل شاف شهر 9 اللي فات ده صعب، من اصعب الشهور في كل السنين اللي فاتت عليه. طيب ممكن نوضح برضو الحمل من شهر، يعني مواليد شهر كام، من كام لكام؟ من 21/3 ل 21/4. من 21/3 ل 21/4 ده الحمل. ده الحمل. تمام. كان عندهم تعب صحي شديد وشكوك وعلاقات متوتره عندهم، نهوا علاقه وبداوا علاقه ثانيه. يعني الحاجه الوحيده اللي كانت ثابته عندهم هي العمل. الاخبار المهنيه كانت عندهم تمام، لكن نفسيا كانوا صفر. الشهر ده عندهم نهايات وبدايات، نهايات لعلاقات متوتره وبدايات لعلاقات جديده. حتى العمل عندهم خلاص تمام دلوقتي. وان شاء الله حظهم يبقى حلو وافضل الشهر ده ان شاء الله، وكفايه انهم هيخفوا من التعب اللي كان عندهم. كلهم كان الفتره اللي فاتت دي تعبهم في الجزء الفوقاني، احتقان. احنا كان تعب كل برج في ايه. الثور، الثور فيه حواليه مشاكل. من كام لكام الثور؟ من 22 بقى 4 لحد 22 5. تمام. الثور، الثور برج ترابي، كان حظه حلو الشهر اللي فات. عمليا كانت الدنيا عنده هاديه، علشان اورانوس دخل برج الثور من شهر 4 اللي فات، في لمده 7 سنين. السبع سنين دول تغيير شامل لبرج الثور للافضل حياته. ولا للافضل طبعا. الكوكب ده بيخش اي برج بيقعد فيه 7 سنين. تخيل، عارف يعني ايه كوكب بيقعد في برجك 7 سنين؟ يعني فضل جميع الحاجات اللي عندك اللي كان موتراك، مهنيه، شخصيه، كله. فبالنسبه للطور خلاص بدا اصلا في الافضل. يعني الحمل لسه الشهر ده استشفاء من الامراض وابتدت يهدى شويه، لكن الطور الشهر ده حلو عليه. ماشي. طب اللي حصل العكس مثلا مع في برج الطور معاه، يبقى الطالع بتاعه مش طور، ما هو في طالع شمسي وفي طالع قمري غير البرج نفسه كمان. ايه الفرق ما بين الطالع الطوالع؟ الطالع ده اللي هو ميعاد ولادتك، الساعه كام؟ يعني من الصبح لحد الظهر طالع، من الظهر لحد العصر طالع، من العصر لحد المغرب طالع، من فتره بعد المغرب بقى لحد تاني من الصبح ده طالع. امال نازل فين بقى؟ بتعرف بقى؟ لا بتكلم كده. الطالع اللي هو ميعاد ولادتك الساعه كام؟ لان كل كوكب بيأثر بعدد الساعات. دي حاجه مهمه قوي، ان ساعات الواحد بيبقى كوكب مثلا بيبقى برج مثلا الجوزاء والطالع بتاعه ترابي، فبيبقى شروط كوكب الجوزاء كلها ما تنطبقش عليه، برج الجوزاء كله ما ينطبقش عليه. ايوه طبعا. وفي ناس بيغيروا مواعيد ولاده اولادهم. يا سبحان الله. مثلا مولود في نص الشهر خلينا نكتبه اول الشهر، مولود مثلا في 10 نكتبه في 9 عشان المدارس. ده عادي بقى ولا كتير؟ لا كتير قوي الموضوع ده. يعني حصل عادي، بيفرق في الابراج. ايوه طبعا، ميعاد الولاده ووقتها مهم جدا.
بيحدد لك ميعادك التوقيت الصح. طب هو لو اتولدت في ميعاد، يعني انا اتولدت في شهر 6 وبابايا كتبني في شهر 8 بقى خلاص انت كده جوزيء اسد بقى. لا جوزيء هو اتغير. اتولدت في 6 لا لا ما يعني مش مهم مش جوزاء كتبت سرطان امتى. مش سرطان في شهر 6 لا 6 اخره ولا اوله؟ لا في اخره بعد 21 26 6 و23 6 حاجه. يبقى سرطان. اصل صح. اول برج من 21 21 مش من 1 لغايه 30 زي اي اي شهر. تمام. فبالتالي غيرت كده الطلع بتاعك خالص تماما. وبرجك بيفرق في حياه الشخص في ابراجه في ايه بالظبط مثلا؟ بالنسبه للمهنه ولا بالنسبه للتوافق مع الناس الثانيه؟ توافق طبعا. زي ما قلنا قبل كده يعني ناري ومائي ما ينفعوش مع بعض. الميه بتعمل ايه في النار؟ بتطفيها. صحيح. ترابي وهوائي ما ينفعش مع بعض. الهواء بيعمل في التراب بيطيره، لكن ميه وتراب بيعملوا ايه؟ عجينه متماسكه. هواء ونار، انت لما بتيجي تعمل نار قدامك عشان تخليها تكبر اكتر بتعمل ايه؟ بتهولها. صحيح. صح كده؟ اتفقنا على نسبه حكايه التوافق دي يعني ايه؟ كنا اكتر من مره في الموضوع ده. فبالتالي لما نجيب ميعاد ولادتك الحقيقي بنعرف تتوافق مع مين وتتعامل ازاي. يعني برج السرطان مثلا اكتر شكواهم في عينيهم. انا ما عنديش شكوى والله في عيني الحمد لله. لا اكتر الشكوات يعني 90% منهم شكوتهم كلها في عينيهم. وجع في العينين مثلا، ضعف النظر، حساسيات لين، حساسيات لين. غير بقى ده كان قبل خياليين. طب المرحله اللي جايه لحسن. لا 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 على طول. على طول ربنا يستر. ربنا يستر. يعني لما تبتدي تشتكي هتشتكي بعينيك. مش لازم تشتكي وانت سن صغير. بس على الاقل هتبتدي تشتكي مثلا في وقت معين هتشتكي بعينيك. ربنا يطمنك يا دكتور. طب الحمد لله نايم بس التور. يعني ده في ناس في القلب وفي ناس في السكر. خلينا في التور والنبي. وصلنا للتور. اه بالظبط. احنا عايزين نقول للتور ان الشهر ده هو مش وحش عليه، بس في ضغط نفسي وتعب صحي عليه. عايز اقول لك برده حاجه مهمه. في شهر 9 ولا في شهر 10؟ 10. اللي جاي يعني احنا كده خلاص 9 خلص. احنا كده دخلنا في برج الميزان من يوم 23. برج الثور كل برج بلاش برج الثور نفسه في دايره اسمها دايره الابراج الفلكيه. كل برج ليه برج معاكس ليه. برج الثور المعاكس ليه العقرب. معاكس ليه يعني ايه؟ اللي هو بيت الشراكات بتاعته. الشمس بتبقى معاكسه ليه. يعني برج الثور المعاكس ليه العقرب. الشهر اللي بعد الميزان بيبدا قبلها بشهر اللي هو الشهر اللي التالي للبرج المعاكس ليه بيبدا بتعب صحي. طيب نتوقف بس على الحته ديت وناخد الاستاذ ده عشان ما اطولش عليه على التليفون. استاذ داليا سلام عليك يا فندم. الو صباح الخير يا استاذ داليا، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. انا استاذ بس حضرتك بس توطي التلفزيون تسمعيني بالتليفون عشان بس ناخد وقت كويس. ماشي مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. اموري حضرتك معاكي الاستاذه شيرين، اساليها اتفضلي. ماشي. بس انا كنت عايزه اعرف انا مواليد شهر 7 كنت عايزه اعرف برج ايه. كام 7؟ الو كام 7؟ انا 10. الو مع حضرتك داليا. كم 7 يا استاذه داليا؟ يعني في اول 7 في نص 7 كم؟ 10 7. 10 7 العشريه الثانيه. زميله عزيزه سرطان اعتقد. ايوه صح كده. ماشي يا استاذه داليا، عايزه تعرفي صفات برج حضرتك يعني وميزاته واخباره صح كده؟ طيب يعني اتفضلي حضرتك والاستاذه شيرين يرد عليكي حالا. شكرا ليك يا استاذه داليا، اتفضلي. 7 6 موديه شويه. طبعا مش نكديه. النظر اخباره ايه بس؟ برضه نفس الكلام برضه. شكوتك هتبقى العين. ماشي. العين وجع في عينيك مش عين انك بتحزني. يوم تشتكي يوم تبتدي تشتكي العين. يعني مش هكون اشد من كده الحمد لله يعني. انتوا اقل الابراج شكوى يعني. صحيح. خياليه موديه. خياليه؟ طبعا الابراج المائيه خياليين جدا. اللي هم الحوت والسرطان والعقرب. خياليين. يعني هي دي عيبهم الوحيد اصلا. الخيال مش الرومانسيه، لا الخيال. ان في رومانسيه على ارض الواقع، في رومانسيه مش موجوده اصلا. لا انتوا مش موجودين اصلا. الخيال اللي عندكم واسع قوي. هي انا هات الاتصال. لا هي بتسمعنا دلوقتي. انت شريك حياتك برج ايه يا مدام داليا؟ لا هي خلاص ما بقتش معانا دلوقتي للاسف. ما فيش مشكله. خياليه موديه برضه شكوتك هتكون العين. احنا دلوقتي داخلين في شهر الابراج الهوائيه والناريه، يعني الشهر ده حظوظك فيه مش وحشه، لكن في خداع هيحصل، في حد قريب منك هيعمل لك خدعه. انا ده اللي هقول عليه لسه، احنا سيبنا الاحداث. الرجاله برضه في الموضوع ده. في خدعه هتحصل منك، يعني والله يا جماعه في واحده مش مهم هي مين عشان كده سامعني دلوقتي. في شيء قلت لها عليها هيتسرق منك. قالت لي ما فيش حاجه اتسرقت مني، قلت لها لا في شيء اتسرق منك. ما فيش. بعدها على طول قالت لي ايوه اكتشفت ان في شيء معين اتسرق مني وما خدتش بالي لما جيت البسه. مش موجود خالص. هي بنقول ايه؟ كل كوكب له تاثير على برج معين. يعني مثلا اورانوس على الجوزاء بيفضل حواليك العلاقات.
انا جوزاء. فحسيت بده قوي، كل العلاقات متوتره عندي خلصت يعني لوحدها بقت الامور كويسه من غير ما انهي. لا خلصت لوحدها. اورانوس بس على القوس، علاقات غراميه. اورانوس على الحوت، متوتر في التعليم وبالنسبه للعلاقات عنده تغيير شامل في حياته. اورانوس على الحمل، كان عيان تعب صحي. يعني كل كوكب له تاثير على الابراج. انت بالنسبه لك في خداع هيحصل لك في شهر 10. انتبهي لما تكون داخله على ماضي اوراق لو انت شغاله، لو بتدي اسرارك لحد بلاش تقوليها عشان ما تعرفيش امتى هيخون المنصتون. في خداع هيحصل. طيب ومعرفش هو ايه الخداع، بس في خداع هيحصل. نتوقف عند الخداع وناخد الاستاذ محمد من شمال سيناء. برحب بيك يا استاذ محمد، الحقيقه تحيه يعني كبيره لكل اهلنا حبايبنا في محافظه شمال سيناء المحترمين. اهلا بيك يا سعاده الباشا. رجاء بقى بعد اذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان بس نسمع بعض جيدا. بحييك مره تانية وتفضل يا فندم مؤمر. ممكن اكلم مع حضرتك الاستاذ شوين؟ سامعاك يا فندم، اتفضل اسال على طول. كنت عاوز استفسر بس عن 14/8/83 اسد. طيب هستغل وجود حضرتك معانا يا استاذ محمد وطمنا على الاوضاع عندك في شمال سيناء والدور اللي بتلعبوه انتوا كاهلنا في محافظه شمال سيناء مع قوات الجيش وقوات الشرطه عندكم سريعا كده. لا والله الوضع تمام جدا وربنا يخلي الجيش المصري وقايمين بواجبهم على اكمل وجه. حقيقي بحييك جدا يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتنا يا رب لكل اهالينا وكل ابطالنا البواسل اللي معاكم في شمال سيناء. استاذ شيرين عايز اسال حضرتك حاجه، اتفضل. شريكه حياتك برج ايه يا استاذ محمد؟ برج الاسد. برضو زيك. طب تمام 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 ماشي. نفس العشريه؟ لا لا لا، المدام العقرب. المدام العقرب مائيه وحضرتك الاسد. انت عايز تسال عن التوافق يعني ولا عن حظك شهر 10 بس؟ يعني التوافق والحظ. تمام. طيب اسمع بس يا رب ما تتصدم يا استاذ محمد. شكرا ليك يا فندم، تحياتي ليك، اتفضلي. احنا زي ما قلنا ان ما فيش توافق بين نار وميه، لكن لما بيكون حصل بيبقى 50% بترسى بقى على العقل والاتزان والاتفاق ان احنا هنكمل عشان كذا. ما فيش توافق بينك وبين مراتك. العقرب ليه طبع والاسد ليه طبع. الاسد ناري. طبعا نفسيتك كانت ارض الشهر اللي فات. الشهر ده حاجه والشهر اللي فات حاجه ثانيه خالص. الشهر اللي فات كان الابراج الترابيه والمائيه هما اللي كان كل حاجه عندهم تمام. تمام لهم اسد وقوس وحمل. امال الشهر اللي جاي او 10 حلو طبعا الحلو على الهوائيين الناريين ما عدا الحمل. ما عدا الحمل. الحمل لسه بيه فوق. لسه بيه فوق. ابتدى يفوق. استاذ نكمل حديثنا بس نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك تاني يا استاذ شين. فاصل مشاهدينا ونكمل معاكم بعد هذا الفاصل، انتظرونا. مرة أخرى نجدد تحية مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ولسه مستمرين في الحديث حول الأبراج وهذا العلم. معنا على الهاتف الأستاذة هناء من الغربية. برحب بيك يا فندم. أستاذة هناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك. ممكن أتواصل دكتورة شيرين؟ معاك الأستاذ شيرين يا فندم. اتفضلي يا فندم. لا وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون رجاء. الله يخليك. 30/9/1996 وجوزي سمعينا من التلفزيون على فكرة. 11/6/84 جوزاء وميزان، توافق رهيب. تمام. توافق طيب. جميل جدا. حالا هترد على حضرتك يا فندم الميزات وإيه اللي ممكن نواجهه في الشهر الجاي. شكرا ليك يا فندم، اتفضلي. انت من محظوظين انت الاثنين. ما شاء الله. انت 30/9 كل سنة طيبة في برج الميزان. الشمس عندك طبعا وهو 11/6 العشريه الاخيره من الجوزاء. انتوا الاثنين هوائيين، الشهر ده قلنا بتاع الهوائيين والناريين. يعني انتوا الاثنين حظكم، انا مش هتكلم على اللي فات، اللي فات كان وحش قوي انا عارفه. يعني انت كميزان كان عندك مشكله، كان عندها مشكله كبيره من اول السنه. المشكله دي هتتفتح تاني الشهر ده وهتاخدي حقك فيها، ومعرفش الصدفه اللي هتفتحها ايه. حقها من جوزها ولا ايه؟ لا 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 لا، ده توافق رهيب. لا لا لا، مفيش شكوى. يعني لو لسه معايا على التليفون هي ممكن تكمل، مفيش شكوى. ده توافق رهيب، جوزاء وميزان. تمام. احسن توافق الابراج الهوائيه مع بعض. حظهم ان شاء الله الشهر الجاي كويس. جدا، الشهر ده اصلا بدا عليهم اصلا حلو من 23/9. طيب. يعني ميزان هو داخل على مشروع جديد، صح كده؟ قويه فيه لانه هينجح. كل الكواكب الصديقه معايا. الزهره وعطارد والشمس. كفت الكوكب في برج الميزان، فكفت شيء معاكم حلو. عقبال ما يبقوا معانا يا رب. طيب ناخد الاستاذه سعيده من كفر الشيخ. برحب بيك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد. اتفضلي يا فندم، معاك الاستاذه شيرين. علي صوت حضرتك بس عشان نسمعك كويس يا استاذه سعيده بعد اذنك. حاضر.
حاجه. انا جوزي 2/5/66. 2/5؟ 2/5 نعم. 66 مش مهم السنه، مهم الشهر واليوم بالظبط. 2/5. وحضرتك 15/1. هو فكرانيب برضو. ايوه تمام، جدي وتور. تمام اشكرك جدا يا استاذه سعيده، ودار على شمعتك بقى بتقول لك توافق رهيب ما شاء الله. اتفضلي. الجدي والتور، انت تعرف اصلا ان برج الجدي ما فيش برج ينفع معاه غير برج التور. السرطان ينفع بس هو يكون اقوى، لكن البرج الوحيد اللي بيقدر عليه التور، ان الاثنين قوه واحده والله. عامه الابراج الترابيه هي اقوى ابراج في الارض. اقوى ابراج في الارض، اقوى من النار والهواء والماء. والابراج المائيه طيبه انا عارف. هي اضعف الابراج، الابراج المائيه طيبين. اضعف الابراج هي اقوى الابراج الترابيه، بعدها الناريه، بعدها الهوائيه، اخر حاجه المائيه. ده بالنسبه لقوه الشخصيه وقوه التفكير. الترابيه عشان واقعيه ارضيه قويه جدا. طبعا جدي وتور، انتوا الشهر ده كان حلو قوي عليكم، وهو بتقولي لا. الجدي بالذات كان عنده بدايات جديده رهيبه. انا ما اعرفش حد جدي ما بداش حاجه جديده. انا فكره انا جوزي جدي وبرده بدا وغير شغله ما شاء الله. هو سمان الوقت غير شغله تماما ما شاء الله. انا كنت قلت الكلام ده من مده فما صدقنيش، قال لي لا مش ممكن يكون الكلام كله صحيح. لا بدا سيلفي جدي بدا. الجدي كله كان حظه حلو الشهر ده، لان الجدي بقاله سنتين ونص متدمر. كوكب زحل عند الجدي من سنتين ونص كان عنده مشاكل عائليه، مشاكل نفسيه، مشاكل ماديه، من كل حاجه. من 4 شهور كان كوكب زحل بيتراجع في الجدي، من تاريخ 18/4 على ما اظن 18/4 بدا في شهر 9 للامام. من ساعه ما بدا كل الابراج الترابيه بقت فوق ما عدا برضه قلنا العذراء. العذراء ده قصته قصه ثانيه على جنب، هيبدا لسه. طيب ناخد الاستاذ كريم يمكن يكون العذراء. استاذ كريم من اسكندريه، برحب بيك يا فندم. الو صباح الخير استاذ كريم، ازي حضرتك؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك. اتفضل تحت امر حضرتك. الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل معاك الاستاذ شيرين يا فندم، بس اسمعني ونبي من التليفون، واقفل التلفزيون او وطيه شويه. طيب اتفضل. انا مواليد 2/8/83. 2/8 اسد. تمام. والمدام زوجة حضرتك؟ 20/4. 20/4 تمام. قلنا اسد، اسئله حابه توجهها. اسد وحمل. اخر برج 20/4 3/8. 20/4 3/8 اسد وحمل. طيب اسمع الاستاذ شيرين هتقول لحضرتك ايه. شكرا ليك يا استاذ كريم، اتفضل. برضه توافق رهيب ناري وناري. يعني كل الناس متوافقه ما عدا انا شيرين في الحاله دي، ما ينفعش. الحمل كانت تعبانه صح كده. الحمل كان عندها مشاكل، غير مشاكل صحيه مشاكل نفسيه رهيبه. كان في شك، برغم ان في توافق بس الحمل كان عنده مشاكل شديده. عشان اورانوس اللي هو البيت الثاني بتاعه بدا بتغيير حياته تغيير كامل. مش الحمل بس، الحمل والعذراء والحوت والقوس والجوزاء والجدي. دول الست ابراج اللي عندهم تغيير شامل في حياته. عشان كده قلت خلينا الجوزاء والعذراء والقوس والحوت والحمل نتكلم عنهم لوحدهم. افضل ولا كان في عندهم مشاكل رهيبه، علاقات متوتره من سنين. شك في حاجات كتير قوي، اسرار انكشفت لها. معرفش بقى عندك من تبعك انت او تبع حد تاني، في اسرار كشفت لها. فتحت عينيها، الابواب كانت مقفوله بالنسبه لها. ده سبب لها مشاكل نفسيه رهيبه. الحمل الشهر ده يعني خليك هين معاها، لان الحمل ابتدى هاي فوق الشهر ده. يعني اخر تعب عنده الشهر ده. يعني من نص 11 من نص 10 خلاص كده فاق لي هو والحوت. نفس المشكله فيه. صحيح. حابب نتمنى يا رب كل التوفيق للابراج. انا عارف ان الحديث على الابراج محتاج وقت اكتر من كده، عشان كده بعتذر لكل يعني الساده المشاهدين اللي تواصلوا معنا عبر الهاتف، ما عرفناش يعني ناخد كل الاتصالات اللي جات لنا. كم اتصالات هي اللي جالنا في الكنترول، ولكن اخذنا مجموعه من اتصالاتنا. اوعدكم ان شاء الله الاستاذ شيرين تنورنا بقى في وقت تاني، ويكون عندنا ان شاء الله وقت شاسع ووقت كبير، بحيث ان احنا ناخذ كل اتصالاتكم. وبحيي حضراتكم، بحييك جدا استاذ شيرين، شرفتينا ونورتينا يا فندم في هذا الحديث الشيق عن علم الابراج. تحياتي لحضرتك. شكرا ليك الاستاذ شيرين ناصف، خبيره علم الابراج. شكرا يا فندم. أنا بشكر حضراتكم مشاهدي الكرام لحسن المتابعة، وبشكر زميلتي ماء اللي كانت معايا في تقديم البرنامج في البداية، وإن شاء الله ألقاكم مجددا يوم الأحد القادم. تحيات فرع العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.